غرقت بغداد مثلما تغرق أحلامك الموؤودة في واقع السياسة والأمن والاقتصاد وهلم جرة. يدخل رئيس الوزراء في زيارة إلى إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، يدخل إلى أماكن العاملين لمواكبة الخطط والاستعدادات التي تستعد لها أمانة بغداد بمواجهة الأمطار المقبلة. لا نوم ولا راحة، فالعمل لأجل بغداد يحمله هؤلاء كشعار فوق الجبين. أما رئيس الوزراء فقد نطق برسالة العراقيين للجنود المجهولين. الناس تدعيتكم إن شاء الله، إما الناس معاناتها تقل تترككم بالخير إن شاء الله. الكاظمي وجه من دائرة بلدية الكاظمية بتجاوز المشاكل البنيوية السابقة والعمل على تحديث شبكات التصريف في عموم العراق. في الوجه الآخر للمشكلة التي شملت محافظات ومناطق عدة في البلاد، يؤكد محافظ النجف للتغيير عدم صرف أي مستحقات مالية لإدامة مشاريع الصرف الصحي. سنويا ينصرف مبلغ 500 مليون دينار لتسليك الخطوط، هذه السنة لم يصرف درهم واحد باعتبار تقشف والبلد ماكو أموال. إخوان الأعزاء صدقوني ما عندنا إمكانية نسحب المياه لأن ما عندنا قدرة أن نشتري مضخات. حالة من الغضب المستمر التي تكررت أكثر من عام بعد أن تفاقمت الأزمة من جهة وتجددت فجوة الثقة بين المواطن وحكومته المحلية، خصوصا بعد السماع في كل شتاء عن صرف مليارات على مشاريع البلديات. مليارات صرفت على مجار النجف، وهاي وضع النجف، هاي وضع النجف. ليش؟ شو مسوين احنا؟ شنو ذنبنا؟ شنو ذنب المواطن هذا العراقي؟ هذا حال العراقيين اليوم، يخرجون من أزمة ليغرقوا في أزمة جديدة بعد أن كان العراق الأول في مقدمة الشعوب التي تعيش ازدهارا وتطورا مستندا على خبرات علمائه ومهندسيه.